معي عبر الهاتف للمتابعة سيادة اللواء الدكتور أركان حرب محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، يوم حافل بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، رئيس السيسي شهده اليوم، كيف تابعت هذا الحضور الرئاسي وأيضا هذا التواجد من أسر الخريجين؟ الحقيقة هذا الحضور الرئاسي هو دائما ما يشارك فيه السيد الرئيس أسر الخريجين و أبناؤه من الضباط الخريجين احتفالا بتخرجهم وانضمامهم إلى العمل الميداني. وهنا الحقيقة الاحتفال كان احتفال شامل وكبير، وأكد فيه السيد الرئيس على أهمية اعتماد الوطن على قوة هذا الشباب، ليس الشباب من خريج الكليات العسكرية فقط أو الشرطة فقط، ولكن كافة شباب الوطن بالكامل. وهناك دور هام جدا بتقوم به الكليات أو الكلية أو الأكاديمية العسكرية الآن هي الممثلة في الكلية الحربية. ودي في الكلمة التي أوضحها السيد مدير الكلية عندما قال أننا أيضا نعمل على تأهيل الدارسين أو المنضمين إلى الوظائف المدنية تأهيلا عسكريا بسيطا يؤهلهم أو يؤكد على عملية الانتماء والولاء إلى الوطن، وتأكيدا لذلك بناء وأساسا يعني مشاركة في بناء الوعي لمواجهة كافة الظروف التي تحيط بنا من كل جانب، سواء كانت هذه الظروف أو التحولات أو التغيرات هي تحولات مدنية زي اللي حصل في كورونا، أو ما يحيط بنا الآن من أزمات حول العالم نتيجة ما هو دائر الآن على الساحة في العالم. نعم صحيح، هذا يعني هذا الحديث سيادة اللواء، رئيس أكد في هذا الإطار خلال كلمته اليوم عن أهمية الأمن والاستقرار بالنسبة للدول والأوطان، أهمية التأكيد على هذه النقطة خصوصا في يوم الاحتفال بتخرج دفعات جديدة، أجيال جديدة تنضم إلى أجيال سابقة دفاعا عن هذا الوطن. الأمن والاستقرار هو أساس التنمية وهو أساس التطور، وهو الأساس الذي نعتمد عليه جميعا الآن في بناء الجمهورية الجديدة. فبناء هذا الأمن وهذا الاستقرار والوعي وغرس الوعي في الشباب الموجود والشكر والاعتراف بالجميل للشعب المصري وللأسرة المصرية وللأم والأب المصري الذين يمثلون المثل والقدوة لهؤلاء الشباب الذين سيقومون بصيانة الأمن القومي المصري وحماية الأوطان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليست المنطقة فقط. أشكرك سيادة اللواء الدكتور أركان حرب محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.